بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جلو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم معنا توزيعه بوينت لينكس، راح نراجع توزيعه بوينت لينكس. ارسل لي التوزيعه هذه واحد اسمه انور بن شقرون، ممكن انور بن شقرون، والله ما ادري، عموما اسمك انور وبس، تمام. اللي يبي يسوي مراجعه لتوزيعه معينه يرسل لي اياه وشوش موضوع التوزيعه هذه، اذا كانت فعلا تستحق انه نسوي لها مراجعه راح نسوي لها مراجعه. اوكي، التوزيعه هذه ممتازه جدا. لما تدخل موقع حق التوزيع اساسا ما راح تفهم شيء من الاخر، يعني لا ما سوى بهرجه ولا تكلم عن اي شيء، وهذه ميزه التوزيع انه ما فيها بهرجه اصلا. اوكي، التوزيع يستهدف الايش؟ انه تعطيك ديبيان ويزي، وتعطيك مع الديبيان ويزي امكانيه للتخصيص، لان ديبيان ويزي التخصيص به شوي يعني قلق متعب، تمام. ايضا تجي معه واجهه ماتيه، واجهه بسيطه كلاسيك، تمام. وتجي معه برامج افتراضيه ما تكون افتراضيه موجوده مع الويزي، في برامج ما تجي مع الويزي نسبه لانه الديبيان حره 100% عشان شغلات ذي. فالديبيان مثلا ما تستخدم فايرفوكس، تستخدم ايس ويزل، هنا في فايرفوكس، في ثاندر بيرد، من الاخر مدعومه من موزيلا التوزيع هذا، يعني في برامج موزيلا هنا. اول شيء ندخل على موقع التوزيع نشوف. اوكي، طبعا هذا هو متصفح التوزيع الافتراضي للفايرفوكس، تمام. لاحظ معي انه اضافوا هنا بعض الشغلات المهمه، من ضمنها انه حطوا لك محرك البحث الافتراضي دك دك جو، وهو محرك بحث زي ما تقول يحترم خصوصيه المستخدم، تمام. ما ادري اذا حطوا اضافات معينه ولا لا. اكستنشنز ما فيه، بلجنز اوكي، حطوا لك اللي هو في ال سي، طبعا هذا تلقائيا راح يجي. بالنسبه للفلاش بلاير حق ادوبي، يعني بالنسبه لي راح احذفه عن بكره ابي اذا حاب نستخدم. طبعا اوكي، طبعا موقع التوزيع هذا هو حط لك اياه، وهنا اذا شخص حاب يتبرع بصراحه انا اشوف التوزيع تستحق التبرع. اوكي، ندخل على الصفحه الرئيسيه من هنا، هذا موقع التوزيع. يهمك تعرف انه من هنا هو التحميل، تضغط على الداونلود، تمام. تختار من هنا نوع التحميل، هل تبي فل او تبي يعني مبسطة مو كامله. طبعا يفترض انك تاخذ هذه، ليش؟ عشان تصير مع كل شيء. لاحظ ان هذه توزيعه ما يجي مع فايرفوكس ولا ثندر بيرد ولا شيء، مجرد يعني واجهه بس انت تقدر تحمله، لكن هذا يجي معه برامج متكامله. بغض النظر التوزيع هذه عباره عن كشته او توزيعه سياحيه، تمام، ما فيها شيء. تختار هنا تبي 32 ولا 64، تختار هل تبي دايركت او تورنت، وداونلود واستمتع يا استاذ. طيب ايش عندنا؟ ايش موجود بالتوزيع هذه؟ وايش اللي خلانا نقول انها ممتازه؟ اول شيء تستخدم اطقم ايقونات ممتازه جدا، وهي فاينزا، تمام. ما بالغ كثير موضوع التخصيص، تمام، اعطاك الحريه انك تخصص من الصفر، يعني ما فيها شيء. تستخدم ثيم اللي هو عادي، هذا اللي اسمه وين راح اسمه كلير لوكس، تمام، هذا هو. طبعا اعطاك الثيمين، اعطاك خلفيه واحده تبيه ولا باي باي. بالنسبه للخطوط، طبعا الخطوط بشكل افتراضي هي بتاخذ الشكل هذا اعتقد، نون. اوكي، انا احب استخدم سلايت علشان تزبط. اوكي، والله نان حلو بعد، اصبر، لا سلايت احسن، انا احب استخدم سلايت عشان اطلع انعم. هذه بالنسبه لفكره سطح المكتب، شريط فوق وشريط تحت، طبعا ماتيه. في عندك هنا تلاحظ الايقونه هذه خاصه بالتحديثات، تطلع للتحديثات لو عندك تحديثات معينه. تطبيقات الاكسسوارز راح يجي معك اللي هو ارشيف مانجر خاص ملفات مضغوطه، حاسبه، اوكي، راح يجي معك محرر نصوص، يجي معك طرفيه طبعا تبي شيء، برنامج ياخذ صوره اللقطه او سطح المكتب. جرافيكس يجي معك اللي هو دوكيومنت فيور، هذا خاص ب فتح الملفات حقت البي دي اف، هذا استعراض الصور، عندك هذا ليبر اوفيس درو خاص بالرسم، طبعا ليبر اوفيس هنا اربعه بينما مع الويزي ثلاثه، هذه واحده من الفروقات، تمام. عندك سمبل سكان، وخاص لو عندك سكانر هذا ممكن يسوي لك سكان، تمام. هذه هي البرامج، طبعا هذا السمبل سكان، وهذا اللي هو معارض الصور، وهذا الراسم حق الدرو. طيب في عندنا ايش عندنا بعد هنا من البرامج؟ طبعا البرامج شوي قاعد افتحهم كلهم، فايرفوكس تعرفونه، بجين تعرفونه، طبعا في عندك برنامج هذا خاص بالاتصال عن بعد، ما جربته انا قبل، لكنه يتصل بالاجهزه الثانيه عن بعد. اوكي، طبعا لما تفتحه راح يبقى مفتوح هنا، لذلك يعني كيف تبي تسكره ولا خلوه. طيب في عندك الثندر بيرد ترانزميشن للتورنت، اوفيس تجي برامج الاوفيس كامل، ويجمع الدكشنري هنا، تمام، للبحث عن الكلمات، ما عمري جربت البحث، لكن خلينا نجرب مكتب كات. اوكي، اعطاك كارت تو كاري، اوكي، بس ما ادري هل فيه، اعتقد ايه نعم، هذا اعتقد تقدر تضيف له قواميس عربيه، نعم تقدر تضيف له، اعتقد يستخدم البابلون، قواميس البابلون ما ادري بصراحه، لكن اعتقد تستخدم به قواميس عربيه. في عندك اللي هو ساوند اند فيديو، طبعا هذا وهذا اللي هو بريسيرو وفي ال سي، هنا اللي يجمعه هذا وهذا، انا ثبتهم قبل شوي، بريسيرو الحلق الاسطوانات، وفي ال سي هذا اللي عجبني بالبلله، انه ما حط لك مشغلات كثيره، حط لك واحد يقول لك هذا يشغل كل شيء، تقدر تركب كيفك. سيستم تولز، هذه المفاجأة اعزائي، التوزيعة هذه فيها كومبز كامل موجود بالمستودعات، ثبته وتستمتع. ويزي ما فيها كومبز، واغلب التوزيعات صار ما فيها كومبز، لكن هذه المستودع الخاص بها فيها كومبز، واعتقد راح يبقى يدعم الكومبز هو.
اوكي في عندك بعض البرامج الخاصه بالاداره هنا عاديه معروفه. سيستم الخاصيه هذه انا تكلمت عنها بشرح مفصل موجود تحت. اوكي ادمنستريشن في حط لك اللي هو سنابتك موديل البرامج سنابتك وحط لك الابديت مانجر. في بعض الحاجات زي السيرفيسز وذي هذه برضو تكلمت عنها والجبار تكلمت عنها وموجود تحت روابط للخصائص هذه. لكن لو فتحنا سنابتك مثلا عشان حمل الكومبز اوكي طبعا الكومبز انا محمله بس ابيك تشوف شلون تحمله. اكتب كومبز هنا كومبز راح تحمل الحزمة التالية هذه راح تحمل هذه كومبز وتحمل كومبز فيوجن اكسترا. خلونا نحط لكم مكبر ماجنيفاير اوكي هذا اسم الحزمة كومبز فيوجن بلاجن اكسترا. في عندنا ايضا اللي هي هذه الحزمة طبعا هذه الحزمة مو اساسية لكن مجرد تعطيك اللي هو ادارة اضافية. في عندك اللي هو امرالد هذا لازم تحمله هذا اوكي هذا يعطيك اطارات للنوافذ ممتاز هو لكن مو ضروري لكن حلو. في عندك كومبوز ماتي هذا خاص بالماتي الواجهه. في عندك الفيوجن ايكون هذه ايضا مهمه علشان تدير سطح المكتب لو عندك اشكاليه ولا شيء. في النهايه في عندك سيستم او سمبل سي سي اس ام ثبته بس ما اشتغل. طيب هذا الحزم راح تثبته بعد التثبيت راح نروح نشغل مثلا انا شفت سمبل هنا بس ما اشوف اشتغل معي. عموما خلينا نشغل كومبوز استمتع شوي اوكي اضغط على بزر اليمن ثم نختار على الكومبز عشان يصير هو مدير سطح المكتب حقي اوكي زي ما تلاحظ انه صار الكومبز هو مدير سطح المكتب. لو اضغط باليمين مره ثانيه علشان احط سيلكت ويندو مانجر واختار ايميرالد من هنا عشان تكون مدير النوافذ حقي مختلف. لاحظ انه صار عندي امكانيه الحين انه العب بالنوافذ صار عندي سطح مكتب مكعب يعني شغلات حلوه صار عندي ايضا شغلات جميله زي هذه يعني مؤثرات شغلات زي دي. بالنسبه للتوزيع بصراحه انا اشوفها يعني حلوه تمام تقييمي الشخصي 10 على 10 تمام لان بصراحه في هدف من وراء التوزيع هذه انه تعطيك ويزي مع البرامج المفقوده بالويزي مع امكانيه تخصيص الويزي. راح استخدمه راح انزل عليه بعض البرامج اللي احتاجه واستخدمه كم يوم واشوف ايش موضوعي معه. شكرا استاذ انور ارسل لي التوزيع هذه عشان اسوي له مراجعه. اللي عنده توزيع معين حاب يشوفه يرسل لي اياه وطبعا في تحت وسائل تواصل معي. باي باي.